الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أذل عصابة البغي والعدوان في رمضان، ومكن عباده المجاهدين من أعناقهم ودمائهم وعتادهم وخيلائهم فعادوا بالخيبة والهوان. اللهم لك الحمد، ما صام الصائمون عن الباطل فانكسر، وما أفطروا على أشلاء حطامه بعد أن اندحر. لك الحمد على قيام وفقتنا إليه في الصلوات، ثبت الله به أبطالنا في الجبال والفلوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز من يشاء بفضله ويذل من يشاء بعدله، يقبض ويبسط ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع. آمنا به ربا حكما حكما عدلا عدلا، آمنا به ربا حكما عدلا، وبكلامه قولا حقا فصلا. رتب بالشرائع دنيانا لنسعد، وربط تحقيق الغايات فيها بالأسباب لنجهد، وابتلانا بمقارعة الظلم والظالمين لنحيا أعزة أو نستشهد. وأشهد أن نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم صاحب الخلق العظيم والمنهج القويم هادينا إلى الصراط المستقيم، محمد طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وجلاؤها، بعثه الله نبيا هاديا ورحمة آسيا، فلم به شتات القلوب وأنار به إلى العدل الدروب. أما بعد، أيها الصائمون والصائمات، أيها الأحرار والحرائر، أيها المقاومون الأبطال والمقاومات في يمن العباء والشموخ جميعا، لقد من الله عز وجل علينا برمضان، وها هي أيامه تتوالى تباعا في انفراط عجيب وفي سرعة للمغادرة تؤلم نفوس المحبين، لكنها سنة الله. وإن من سنن الله عز وجل أيها المؤمنون أنه سبحانه وتعالى يصطفي من بين الأزمان أزمنة ومن بين الأماكن أمكنة، فاصطفى سبحانه وتعالى من بين الأشهر رمضان، ومن بين الأيام يوم الجمعة، ومن بين الساعات ساعات الإجابة في هذا اليوم، واصطفى من الأماكن المساجد، واصطفى من المساجد بيت الله الحرام، ليبسط هذا الاصطفاء على سائر الأماكن وعلى سائر الأزمان، ليكون المؤمن قريبا من ربه عز وجل في أيام العام كلها وفي أزمنة السنة كلها. وينبغي أيها الأحبة أن نقف هنا مع الغاية من الصيام والقيام في رمضان، حتى نعلم هل تحققت هذه الغاية وما علامات التحقق. إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن غاية اصطفاء الزمان واصطفاء العبادات في هذا الزمان أن تحقق في أنفسنا التقوى، تلك التقوى التي تصنع الإنسان الفاضل، تصنع الإنسان الواعي، تصنع الإنسان المقاوم. علامات التقوى أيها الأحبة، أذكر بعضها في هذه الخطبة ما يتعلق بواقعنا الذي نعيشه اليوم. إن من أول علامات هذه التقوى ما قاله الله جل وعلا في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلا يجتمع تقوى الله، لا تجتمع مطلقا مع الغباء، لا تجتمع التقوى مع السخافة، لا تجتمع التقوى مع الاستغفال. هيهات أيها المؤمنون
أن يخلط الأتقياء بين حق الأمة وحق الفرد. حق الأمة في انتخاب حاكمها واختياره، وفي خلعه إن نقض عهوده ومواثيقه التي أبرمت بينه وبين الأمة، وحق الفرد في الاستبداد والاستعلاء، وفي سوق الناس كقطعان الأنعام يقتل بعضهم بعضا. رمضان يشرق في العقول صوابا، يهدي النضال ويكنس الألباب، ويقول لستم عكفة لزعيمهم أو سيء حسب الجميع دوابا. هيهات أن يخلط الأتقياء أيها الأحبة بين حر حمل السلاح ذائدا ومدافعا عن وطن يستباح، وعن عقود وعهود تمتهن، وعن حرمات تنتهك، وبين قتلة وحد بينهم الجهل وألف صفوفهم العمى، فرأوا في ملامح اليمنيين سحنة الأمريكان، وفي جباه الساجدين معالم عباد الأوثان، وفي محاريب المساجد قواعد العدوان، ففجروا ودمروا وقتلوا وشردوا واستكبروا. هيهات أيها الأحبة أن يخلط الصائمون القائمون بين هؤلاء وأولئك الذين جاءوا إلى الحياة كأنهم أشباح، بالموت وقت جمعهم فأباحوا، لا يعرفون من الخريطة أننا تعز وأن زعيمهم سفاح، لم يقرأوا التاريخ كيما يعلموا أنا بدين محمد سواح، أنا تبعنا هديه فأقامنا حصنا به تتماسك الأرواح، وندك زيف الظالمين بوعينا ولنا بوجه المعتدين سلاح. هيهات أيها الأحبة أن يخلط الأتقياء بين تدخل الأعداء في شؤون أمتنا وعبثهم بسيادتها وإرادتهم اللعب على انقساماتها في تكويناتها المجتمعية والمذهبية، وإرادتهم أن يعبثوا بهذا الوطن بسفنهم القتالية التي بعثوها إلى اليمن واليمنيين لقتلهم، ولتمكين عصابات من ابتزاز ثرواتهم والعبث بمقدراتهم. هيهات أن يخلط الأتقياء بين هذا وبين نصرة الأخ المسلم لأخيه حين استغاث اليمنيون بإخوانهم من أهل العروبة والإسلام، فهبوا لنجدة اليمنيين بل لنجدة المسلمين في العالم كله أمام مؤامرة شهد العالم حبك خيوطها وتآزر مكوناتها ومقوماتها للعبث بزيادة الأوطان ولإعادة عقارب الساعة إلى الماضي البغيض الذي ظل هؤلاء أزمنة يختبئون تحت عباءة الجمهورية وردائها ثم انفضحوا في اللحظة الفاصلة. أيها المؤمنون الأحبة، هيهات أن يخلط المتقون وقد أعطاهم الله الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هيهات أن يخلطوا بين مسلم يبذل ماله ويتمنى أن يبذل دمه في سبيل نصرة الأقصى وفلسطين، وبين من يغلق المساجد ويغلق مكبرات المساجد زاعماً أن أئمتها قد أزعجوه بالدعاء لغزة ولأهل غزة وللقدس ولأهل القدس ولفلسطين ولأهل فلسطين، ويقولها وبكل بجاحة أمام العالم كله إن الله عز وجل لا يؤكل لقمة عيش، الله لا يؤكل لقمة عيش، الله سبحانه وتعالى يريد من اليمنيين أن يقتلوا اليمنيين، ويريد منهم بزعمه أن يسيحوا في أرجاء اليمن ليثبتوا ملك أسياده وملك الظلمة المجرمين الذين يعبثون بأمن هذه الأوطان. هيهات أيها المؤمنون أن يخلط الأتقياء بين أولئك الذين يرفعون الشعارات
ضد إسرائيل وأمريكا، وهم في الحقيقة يعقدون معها الصفقات، فتسلم لهم الدول والأوطان بإشراف عالمي وبتسليم عالمي. وإذا حاقت بهم الدوائر وضاقت عليهم الأحداث تكالب العالم لنصرتهم ونجدتهم وإسعافهم. وبين أولئك المقاومين الأبطال الذين جعلوا لهذه الأمة شأناً ومكانة، الذين اليوم أيها الأحبة في ثغور هذا الوطن وفي جبال هذه المدينة الأبية يبذلون دماءهم وأشلاءهم وأرواحهم، تتمطى بهم الأرض خيلاء وزهواً بإمكاناتهم بجهادهم ببذلهم بدمائهم بعرقهم بتكبيراتهم التي تهز أركان البغي والعدوان. شتان أيها الأحبة بين هؤلاء وأولئك الذين نزلوا كالعميان لا يعرفون شيئا ولا يميزون بين حلال وحرام، ولا يرعون حرمة الإسلام وحرمة الأوطان وحرمة الدم. أولئك الذين جاءوا كأشباح الممات إلى الحياة بعواصف الصحراء والطاعون والنوق الهزيلة والشياه، وعلى سماء القرن الواحد والعشرين أعلنوا باسم الإله نصب المشانق للعيون والشفاه. أولئك الذين جاءوا أيها الأحبة بقضهم وقضيضهم بخيلهم وخيلائهم بقذائفهم بصواريخهم يريدون أن ينصروا القدس وفلسطين بقتل أبناء اليمن واليمنيين. شتان أيها الأحبة بين هؤلاء وبين أولئك الذين حملوا القضية بصدق ووعي، والذين أثر فيهم رمضان فصنع لهم ذلك الفرقان الذي به فرقوا بين حقهم وبين باطل أولئك المعتدين. إننا أيها الأحبة المؤمنون ونحن نعيش هذا الموسم الفاضل وهذه النفحات الإيمانية، وقد أوشك منسوب التقوى أن يصل إلى مداه في نفوس المؤمنين الصائمين القائمين، نشهد تحولات ونشهد بطولات على الأرض صنعتها دعوات المؤمنين وصنعتها أيادي المجاهدين. أولئكم الذين في الثغور الذين أذلوا كبرياء الظالمين وحولوا أحلامهم إلى مهازل ينتعلها اليمنيون الأبطال، وحولوا جيوشهم إلى ألاعيب يتسلى بها ويتندر بها أولئكم الأبطال. أيها الأحبة، لقد لقن أبطالنا أجيالنا أن جيوش أولئك الظالمين قطع من الديكور والأضواء، لقد لقنوا أجيالنا أن عروشهم زبد أقيم على أساس الماء، لقد لقنوا أجيالنا أن الحق منتصر وأن الباطل مندحر، وأنه مهما فعل أولئك الظالمون من الأفاعيل وحاكوا من الحيل وبذروا من بذور الفتن إلا أن الله سبحانه وتعالى يعبى إلا أن ينتصر الحق وأهل الحق، يعبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعل رمضان شهر عزة وانتصارات بجهدكم وبذلكم وعطائكم وسخائكم. هذه أول غاية تحققها التقوى في نفوس المؤمنين، هي أن تنكشف لهم الأمور على حقائقها. وها نحن أيها الأحبة نرى كل يوم مزيداً من الانكشاف ومزيداً من البصيرة ومزيداً من الفرقان يتحقق للمؤمنين في هذه الأرض، فتزداد همتهم ويزداد يقينهم وثباتهم. أما الغاية الثانية التي يحققها الصيام بتحقيق التقوى فهي أيها الأحبة سداد الفعل وصواب الفعل. هذه الغاية العظيمة التي ربطها الله عز وجل بالتقوى في كتابه حين قال:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. صلاح الأعمال مربوط بالتقوى، صلاح الأعمال وسدادها مرتبط بتحقيق تلك التقوى التي صححت الفكرة فصححت العمل على أرض الواقع. فالأفعال والسلوك فرع عن التصور، وما كان صواب فعلكم يا أبناء تعز ويا أبناء الوطن اليمني كله، ما كان صواب فعلكم في مقاومتكم للظلم والظالمين إلا بعد صواب الفكرة. صواب الفعل أيها الأحبة يقول اليوم أن الذين يعتكفون في متارسهم هم أولى ممن يحرص على الاعتكاف في المساجد، وكله عند الله عظيم. صواب الفعل اليوم أيها الأحبة يقول أن من يبذل ماله وزكاته، بل وزكاة فطره للمقاوم المجاهد الفقير الذي يرفع عنا عار التخلف ويحجز بيننا وبين غبار الذل والهوان، أن من يفعل ذلك أجره عند الله أعظم وأبقى وأدوم ممن يصرف ماله في موارد أخرى. صواب الفعل اليوم أيها الأحبة يقول لنا أن بعض السلوكيات الخاطئة تدل على بصائر منطمسة نريد أن نتحقق مما وراءها. لقد حدث في الأسبوع الماضي ما حصل لقيادات المقاومة الشعبية في تعز في محافظة عدن من حصار ومن فعل مخز مهين، ينبغي على حكومة الشرعية وعلى رئيس الجمهورية وعلى الحزام الأمني وعلى قيادة التحالف أن يصححوا ذلك الخطأ وأن يوقفوا مثل هذه الممارسات العبثية التي لا تخدم إلا طرفاً واحداً، هو من اجتمع الجميع لحربه ولقتاله، هو من جاء بعدوانه ليبتز اليمنيين، ومن ابتز إخواننا زمناً طويلاً، ومن يريد أن يسلم المنطقة كلها للمد الفارسي الإيراني. أيها الأحبة، سداد العمل ينبغي أن ينعكس إلى أفعال. لقد رفع أبطال وقادة المقاومة في محافظة تعز رؤوسنا بموقفهم الموحد في عدن، ونريد من قيادة التحالف ومن القيادة الشرعية في الوطن أن يصلحوا هذا الخطأ بسرعة الحسم وبتعجيل التحقيق وإعلان النتائج فيما حصل لقادة المقاومة في محافظة عدن، وفيما يحصل من تلاعب بحسم المعارك وبالذات في محافظة تعز. نريد لهذه المحافظة ونشكر لأبطالها وللتحالف بإسناده لهم في الأيام الماضية، نريد لهذه المحافظة أن تحمل مشعل التحرر للوطن اليمني وللمنطقة بأسرها. نريد أيها الأحبة أن تثمر التقوى فينا سداد عمل كما أثمرت فينا سداد رأي. نريد لهذا الفرقان الذي جاءت به التقوى أن يتحول واقعا عمليا في واقعنا وفي مقاومتنا وفي فعلنا المقاوم وفي تنظيمنا لشؤوننا الداخلية والأمنية. نريد لهذا الفعل ولهذه التقوى أن تنقلنا نقلة نوعية يفرح بها إخواننا في القدس وفي فلسطين، ينتصر بها الأقصى، ترتفع بها رؤوس أبناء هذه الأمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه
وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لقد سئم الناس وسئمنا كثرة الأقوال دون أفعال. يا دولة الأفعال هل لك صولة؟ إنا سئمنا دولة الأقوال. لقد سئم الناس جميعا الوعود الفارغة والأقوال التي لا يسندها فعل. ولقد تحول بنا رمضان في مستوى الوعي إلى التمييز بين الحقائق وبين السراب. ونريد لهذه الأمة اليوم أن يحقق الله عز وجل لها في رمضان هذا تحولاً يعدل ثمن التضحيات والدماء التي بذلتها أمتنا، يعدل تلك الجهود التي ينفقها ويبذلها إخواننا في المتارس، في مواقع القتال، إخواننا المرابطون في الأقصى، إخواننا في غزة والضفة وأريحا، إخواننا في مصر وفي كل مكان، إخواننا المناضلون المقاومون المجاهدون في كل مكان، الذين وقفوا في وجه الظلم والعدوان يريدون لأمتهم سيادة ولأوطانهم استقلالا ولشعوبهم رخاء وعيشا كريما. هذه الغايات أيها الأحبة التي قامت من أجلها ثورات الربيع العربي التي تندر بها الظالمون وأطلقوا عليها الربيع العبري، وكأنما جاءوا هم بملكوت السماوات، وجاءوا بالعدل النبوي، وجاءوا بالحقائق الإيمانية الجلية، يضحكون على السذج من أتباعهم بأنهم أرادوا أن يحافظوا على هذه الأمة، وإنما أرادوا أن يحفظوا أرصدتهم الساخنة في البنوك، ويحفظوا لأولادهم رقاب شعوبهم ليمتطوها ثانية وثالثة. أرادوا أن يحفظوا الذلة والهوان الذي صنعوه في هذه الأمة لتبقى ذليلة راكعة خانعة، وأراد الله عز وجل خلاف ذلك. ونحن نقرأ الأحداث أيها الأحبة قراءة قرآنية يقول الله عز وجل فيها: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نقرأ الأحداث أيها الأحبة بإرادة الله سبحانه وتعالى الذي أعلمنا أن إرادته من إرادة الشعوب المستضعفة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نقرأ الأحداث أيها الأحبة قراءة استبشارية إيمانية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فمن الصالحون أيها المتقون المؤمنون؟ هل أولئكم الذين يدمرون المساجد أم الذين يعمرونها بالصلوات؟ هل أولئكم الذين يوقفون نور الحق ويغلقون مدارس التحفيظ ويدمرون البيوت؟ أم أولئكم الذين يسعون على الأرملة والمسكين، الذين يواسون المحتاجين، الذين يرفعون شعارات الإخاء والمحبة للوطن ولأبناء الوطن، الذين قاموا بثورتهم لم يقطع فيها غصن شجرة ولم يسفك فيها دم أحد، كانوا يتقدمون إلى الموت بصدورهم العارية وهم يعلمون أن كل قطرة دم يبذلونها عند الله عز وجل، وأنه لن يدع شيئاً من تضحياتهم ومن جهدهم وجهادهم يذهب سدى. يمضي رمضان أيها الأحبة، تمضي أيام التراويح والتسابيح والمصابيح، تمضي تلك الليالي الفاضلة وقد تركت أثرها فينا مقاومة واستعدادا للمقاومة، بطولة وتضحية في سبيل البطولة، إباء وذخيرة عظيمة للإباء. ستستمر أعواما وأعواما ما استمر الظالمون في غيهم وطغيانهم وبغيهم. يمضي رمضان أيها الأحبة وقد علمنا أن الكرامة أغلى من كل شيء. علمنا رمضان أن نموت
شهداء أبطالا أو نحيا أعزاء رجالا. علمنا رمضان أيها الأحبة أن الموت بأجل محدود محتوم لا يقدم ولا يؤخر، ولكن شتان بين ميتة وميتة، شتان بين من يأتي إليه المجرمون ليقتلعوه من بين أهله ومن بين أولاده ويطوفون به في الحي صريعا مجندلا يسحبونه بأطقمهم أمام أعين الجميع، وبين من يستشهد وهو يذود عن عرضه وعن شرفه وشرف أمته ويحفظ للناس كرامتهم. علمتنا الأحداث أيها الأحبة وعلمنا رمضان أنه لا طريق لنا سوى المواصلة وسوى الانتصار، ولن يقبل الله عز وجل منا أن نسكت عن التضحيات التي مضت وأن نتراجع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولن نبطل أعمالنا أيها الأحبة، سنستمر وسيكون كل واحد منا جبهة كاملة في الإسناد المادي والمعنوي لإخوانه المجاهدين المقاومين في مواقع الشرف والبطولة. لن يمضي رمضان بإذن الله عز وجل إلا وقد أخذ معه أولئك الحثالات من أشباه البشر، من أشباه الرجال الذين علمهم أبطالنا وعلمتهم مقاومتنا معنى الرجولة. لن يمضي رمضان أيها الأحبة إلا ونحن ندوس على أوهامهم بإذن الله، إلا ونحن نستعيد وطنا من بين مخالب الانقلاب، إلا ونحن نستعيد بإذن الله أمنا وأمانا ورشدا، ونستعيد إخاء وألفة بين أبناء اليمن وبين اليمنيين وبين المسلمين أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من رمضان وأن يتقبل منا ما مضى. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بعلي صالح وعبد الملك الحوثي وأنصارهما، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. تقبل منا يا ربنا صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا وآثامنا، وردنا والمسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين. وصلى الله على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.